بما اننا في فصل الخريف والواحد بيبقى محتار جدا مش عارف يلبس ايه، البس صيفي ولا البس شتوي، البس حته من ده على ده، الواحد بيبقى محتار. انا بقى النهارده هكلمكم عن براندز كتير بتعمل لبس خريفي حلو جدا. من اكتر حاجات الموضه اللي الواحد يقدر يلبسها في الخريف هي الجاكيتس الجينز، اظن حاجه سهله جدا ومعظمنا عندنا، لكن الفكره بقى احنا عايزين نجدد. الجاكيت الجينز القصير موضة جدا، وفي براند اسمه نول كولكتيف بتاع بنت فلسطينية اسمها ياسمين مول، عندها ديزاينز لذيذة جدا. يعني مثلا الجاكيت الجينز الاسود ده اللي هو موف في اخضر، حلو جدا، عليه نقشة كده من الظهر كده عند الكمام من قدام، تلاقوا شوية كده في الكولا، حلو جدا. وده سهل جدا ان احنا نعرف نعمل له كذا طريقة وكذا لوك نلبسه بيها. ممكن نلبس تحتيه ابيض فابيض مثلا، ممكن نلبس تحتيه اسود يبقى من تحت بنطلون جينز. بجد الافكار دي تبقى حلوه جدا وممكن نلبسه صبح او بالليل، هيمشي معانا في مناسبات كتير. وعندها كمان جاكيت تاني برضو اسود جينز وعليه بقى اصفر وموف واخضر، التلات الوان دول مع بعض حلوين جدا وبرضو مختلف عن الجاكيت الجينز التقليدي اللي احنا بنكون متعودين عليه. وعندها كمان الجاكيت الجينز الاسود ده لذيذ جدا وبرضو عليه نقشات لونها اصفر واخضر في برتقاني، ديتيلز كده كلها بتبقى لذيذه وفي الاخر برضو بتخلي ان يكون شكلنا مختلف. وبرضو عندها جاكيت حلو قوي لونه كده نبيتي فاتح، والفكره فيه في الكولا بتاعته، الكولا بتاعته كلها الوان وهو كله ساده، خطير. ده ممكن يتلبس وهو مفتوح وتحتيه تي شيرت او قميص ابيض، ممكن يبقى مقفول خالص مش باين منه حاجه اكنه قميص وتحتيه جينز، بجد يبقى حلو جدا. وفي جاكيت كمان عندها جينز اسود ده عليه كله ورد كده بالموف، رقيق جدا، وبنات كتير قوي ممكن برضو هم رايحين الجامعه وكده يبقى لايق عليهم، يبقى لذيذ قوي برضو يليق على اي حد. وفي براند تاني اسمه ريمامي، صاحبته اسمها ريما البنا وهي فلسطينيه، والبراند ده بيتباع في الامارات، عندها حاجات لذيذه جدا. يعني مثلا الجاكيت الجينز التقليدي اللي احنا متعودين عليه القصير، بصوا بقى في اللون الفاتح بتاعه، حاطه دوريات حديد كتير في الحته دي من قدام وعامله حزام، لذيذ جدا. يعني برغم ان هي حاجه بيسك كلنا عارفينها جاكيت جينز يا جماعه، بس ايه عامله فيه فكره. وفي برضو واحد تاني هي عاملاه برضو قصير لذيذ جدا، درجه الجينز اغمق شويه والفكره في طريقه التقفيل بتاعته من قدام هنا برضو مختلفه كده، الخيوط كده طالعه منه كده شويه، حلو قوي. وعندها كمان جوب جينز طويله حلو قوي ومفتوحه شويه من هنا وكلها زراير ملونه، ده خطير برضو بيسك بس في نفس الوقت في فكره، فكره الزراير الكبيره الملونه كل واحده لون حلوه جدا. وعندها برضو بليزر كده لونه برتقاني حلو قوي، كله زراير من هنا بنفس اللون بنفس الخامه بس سيمبل، بس في نفس الوقت في فكره. او الجاكيت السودا مثلا كلها اسود ساده بس نازل من هنا شراشيب طويله كده عباره عن خيوط، افكار في منتهى البساطه بس في نفس الوقت فيها فكره وشفناهاش عند اي حد تاني. وفي براند اسمه ليبل ميرا عدنان، حلو جدا، هي بنت فلسطينيه اسمها ميرا عدنان وهي غاويه بقى ستايل الثمانينات جدا. يعني بصوا مثلا البنطلون الشارلستون الازرق ده، هتلاقوا من تحت هنا الوان كتير ونقشات كتير كده، اورنج في الوان تانيه، حلوه قوي دي برضو لذيذه الواحد يلبسها الصبح وانت عندك اي مشوار، رايحه تتغدي بره مع حد، واحده بنت رايحه الجامعه، حاجه لذيذه جدا. بس طبعا كالعاده زي ما احنا متعودين لما يبقى البنطلون او يبقى في حاجه في اللبس بتاعنا فيها افكار او فيها نقشه، يبقى النص التاني زي في الحاله دي مثلا يبقى من فوق يكون حاجه ساده خالص، تي شيرت بيضه قميص ابيض، حاجه بس تكون ساده عشان تعمل توازن فوق مع تحت، ما يبقاش ايه في زحمه زياده عن اللزوم. وعندها برضو حاجات كتير لذيذه جدا زي مثلا البليزر دراس الاسود ده، ده بليزر دراس اسود عادي لكن في الجنب قررت ان هي تروح عامله فيه نقشات بالذهبي والفضي، حطت ريش عند الايدين، في فكره برضو يعني مش مجرد كده بليزر دراس وخلاص. عندها كمان مثلا السكيرت البيضه دي اللي كلها كشكشه من الجنب، سكيرت بيضه طويله لكن فيها الحركه ان هي عملت كشكشه من الجنب، يتلبس بقى من فوق ممكن حاجه ملونه ممكن حاجه تكون ساده زي ما انتوا عايزين، بس لازم يكون في فكره بقى في الطقم ان انتوا تروحوا مدين لون بقى ايا كان في الشنطه او في التوب اللي هتلبسوه معاه. وفي برضو البليزر الاسود ده لذيذ جدا، بس اللي عجبني اكتر من البليزر البنطلون، البنطلون مش هاي ويست عادي، هاي ويست جدا هتقول طالع مرفوع لفوق كده وفي زراير كتير من قدام، حلو قوي، بسيط وسيمبل بس في فكره، في فكره ومختلفه عن حاجات كتير بنشوفها عند براندز تانيه. فاللي انا عايزه اقوله بقى النهارده بعد ما سمعنا كل ترندز الخريف دي، ان فعلا في براندز عربيه مهمه جدا وموجوده في اماكن كتير، ولو انتوا مش عايشين في البلد اللي بتباع فيها البراندز دي فانتوا ممكن تدخلوا اونلاين وتدوروا عليهم وتشتروا منهم، وهتبقوا بتساعدوا في ان انتوا تشجعوا المنتج العربي، فعلا عندنا ديزاينرز عرب كتير شاطرين جدا.